أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أكيد وصلنا إياكم إلى محور حلقتنا لهذا اليوم الذي يتحدث عن ذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل. ضمن الخبير الأمني السيد فاضل أبو الرغيث ليتسنى الحديث معنا ونتحدث ونستذكر بطولات الشعب الجيش العراقي الباسل. أهلا وسهلا بك سيد فاضل، نورتنا في برنامج صباح الخير يا عراق. شكرا لك أحمد. صباح الخير، شرفت. أهلا وسهلا بك. بداخل نتوقف عند تأسيس الجيش العراقي ونتحدث عن هذا الموضوع. نعم، بدأ تحية طيبة لكم صابرين وأحمد ولمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني يحتفل العراقيون في كل عام يعني بكل أطيافهم بكل قومياتهم بهذا اليوم، وحقيقة لا يوجد استثناء لهذا الاحتفال من كل أبناء الشعب العراقي لجملة اعتبارات. أن الجيش العراقي يكاد يكون هو المؤسسة النادرة والوحيدة المتبقية التي حافظت على وحدتها ورباطة جيشها وصهرت كل الانتماءات العرقية والعقائدية والإيديولوجية والقومية في بودقة هذا الجيش. صابرين، لعله يعني يدري الساد أحمد والمتلقي، مراكز التدريب في التابعة لوزارة الدفاع خلال أكثر من قرن مضى، حينما يتم التكليف المكلف حينما يبلغ السن القانونية يذهب دون الالتفات إلى قوميته وديانته، وحتى يعني الجيش العراقي حافظ على عدم وجود أي فقرة تقول أنت من أي مذهب، بمعنى أنها يعني اليوم أبناء دورة خريجين كليات العسكرية المتعاقبة حينما يتخرجون وهم لا يعرفون بعضهم بعضا من أي قومية ومن أي جهة ومن أي عقيدة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن المدرسة العسكرية هي مدرسة الضبط وهي بالفعل مصنع الرجال، ونواة تأسيس الجيش العراقي كانت هي من الفوج الأول وفوج موسى الكاظم عليه السلام، وكان هذا الفوج هو باكورة تأسيس الجيش العراقي. وبعد ذلك طبعا توالت الأحداث وتوالت السنين، نتحدث عن أكثر من قرن مضى، وهذا القرن لا يمكن استيعابه بهذه اللحاظ العاجلة والمقتضبة. لكن هناك محطات حقيقة في تاريخ الجيش العراقي، محطات يستطيع وهي منار لكل عراقي يتباهى بها ابتداء أمام الأمة العربية. أنا أقول لك أمام الأمة الإسلامية، أمام العالم برمته. يعني حروب خاضها الجيش العراقي، مثلا حرب سعفة ونجدة الجولان حينما ذهبت يعني المدرعات من معسكر الرشيد إلى سوريا، لم تكن هناك ناقلة دبابات. نتحدث عن هذه البطولات التي خاضها الجيش العراقي، لكن دعنا نستوقف عند أهداف تأسيس الجيش العراقي. برأيك شنو كانت الأهداف وراء تأسيس الجيش العراقي؟ طبعا هو سؤال منتج استاذ احمد. الاهداف يعني اولا نحن كنا نتعلم حينما كنا صغارا، نتعلم ونردد عباره الجيش سور للوطن، وهذه العباره كنا صغار لم نستطع ان نهضمها بالطريقه اللي هضمناها حينما بلغنا نضجنا الفكري. لان الجيش هو دائما يعني هو ستر الشعب، وهو حمايه الشعب، وهو جنه الشعب، وهو الذي يذود عن حياض الشعب، وهو الذي يحمي الوطن من اي يعني اي شده خارجيه واي عدوان خارجي، وهو يمثل الترسانه المعنويه لكل عموم ابناء الشعب. لذلك الجيش العراقي يعني تتكافئ الدماء وتسيل دماءه على الاراضي العراقيه بطريقه، دعني اقول لك، تسيل الدماء اوديه دون الالتفات الى هذه الدماء. لذلك لدينا من المآثر الكثير. فالجيش العراقي تأسس لدرء ولصد أي عدوان خارجي، يعني إبطال أي تهديد قد يشكل خطرا على تراب الوطن. العراق كان عبر التاريخ هو يعني مطمع لبعض الدول العالمية، لأنه أولا خيرات العراق موقع جغرافي، هو كان يسمى بأرض السواد، وهو الدولة الثانية في الوطن العربي من حيث امتلاكها للخيرات، وهو آخر قطرة نفط تنضب في العالم هي في العراق. والعراق هو يمثل سلة الوطن برمته، السلة الغذائية،
واعتقد ان العراق يعني انت حينما تحلق بالجو بالطائره ترى رغم ما حدث ما بعد 2003 لكن ترى ارض مكتظه بالسواد وبالخضار وبالانهار. صحيح. وهي سميت بالوادي الرافدين لانها كانت وادي الاسود. نعم. هذا كان الاسود كانت تأوي الى هذه الى الى الى, إلى هذين الواديين. نعم. طيب خلينا نتحدث اليوم عن المشاد، كان اول فوج تاسسه من الجيش العراقي، خلينا نتحدث ايضا كيف توالي تاسيس الاصناف الاخرى. يعني طبعا هي لم تتاسس دفعه واحده صابري. نعم. هي تاسست على شكل دفعات. نعم. وتمأسست بطريقة يعني أول ما تواجد هو المشاة، والعسكر يعرفون مليا أن المشاة يسمونه سيد الصنوف، لأن المشاة يستطيع أن يعمل في الهندسة الآلية، في الهندسة العسكرية، في كل شيء، في كل شيء يعني. لذلك هذا هو كان يعني حينما تأسست صنف المشاة على هامش هذا الصنف، تأسست الطيران وتأسس القوة الجوية وتأسس القوة البحرية، لأن في القوة البحرية، في القوة الجوية، في طيران الجيش، في كل الصنوف، تحت في الدفاع الجوي. نعم. الجميع يحتاج إلى مشاة، لأن دائما المعركة لا تحسبها قوة جوية ولا تحسبها أساطيل بحرية، إنما الذي يحسبها فقط هي القوات الراجلة، هي قوات المشاة البرية، هي التي تمشي وتسير على الأرض، وهي التي تحسم المعركة، وهي التي تذود عن حياض الوطن، وهي التي تكون بمثابة درع واقي إلى كل القطاعات العسكرية حينما يتعرض البلد أو حينما تتعرض تراب الوطن إلى أي عدوان أو 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 أو, أو, أو غزو خارجي. خلنا نتحدث عن أولى معارك للجيش العراقي في الجولان في عام 1948 وبسالة الجندي العراقي آنذاك وتواجده مع أخوان العرب بفلسطين. برأيك حديث العرب والتاريخ يتحدث عن الجندي العراقي، هل لا زال الجندي العراقي بأعين الوطن العربي كما هو معروف عليه؟ يعني أحمد، اللد والرملة تشهد بطولة الجيش العراقي، والجولان تشهد بطولة الجندي العراقي. الجندي العراقي حقيقة هو جندي يكابر، وهو جندي أخذ على عاتقه يعني أن يكون منبريا وأن يجد نفسه بين طيات الوطن، وهو يتصدى بطريقة دعني أقول لك هي أسمى ما تكون بالتضحية. لذلك أعتقد أن سؤالك عن الجندي العراقي، الجندي العراقي يمتاز بكثير من يعني بكثير من المواصفات، من بينها رباطة جأشة، من بينها الصبر الطويل، من بينها عدم تركه إلى خندقه، من بينها شهدنا كثير من المواقف، يعني مواقف عديدة الآن، يعني أنا تخطر ببالي مواقف عديدة يعني لبعض الجنود. يعني أحد الضباط وكان برتبة ملازم أول في حرب الجولان، هذا يعني جاءته الأوامر بالانسحاب من يعني من موقعه الذي يتمركز فيه، لكنه أبى أن ينسحب من ثكنته وبقى مرابطا، وأمر جنده بالرجوع على أن يمكث هو ويبقى، لكن أربعة من جنود كانوا معه ضمن سريته التي طلعت ضمن يعني خرجت ضمن كمائن، وهذا يعني هؤلاء الجنود كانوا من محافظات عديدة، أحد الجنود كان من مدينة السماوة، والآخر كان من نينوى، والآخر كان من البصرة، وشكلوا فسيفساء يعني كأنما بستان ورد، وبقوا مرابضين معه، قالوا لن نغادر هذه الثكنة، إما أن نقتل ونظفر بالشهادة، وإما أن نمكث معك ونظفر بالنصر المبين. فلذلك مواقف مآثر كثيرة، وطبعا يعني ينقل هذه المآثر كتاب عرب، من بينهم الكاتب المصري جمال الغيطاني، كتب كثيرا عن بطولات الجندي العراقي، من بينها يعني كتاب كبار، كتاب عالميين حقا، استشهدوا بالمكننة الإنجليزية وعلى الضفة الأخرى، قالوا هذه المكننة وهذا السلاح وهذه المعدة إذا ما تأبطها جندي عراقي فاعلم أن النصر معقود عليه. نعم، يعني يمكن نتحدث عن بطولات كثيرة، منها في حزيران عام 1967،
ضد العدو الصهيوني، وايضا نتحدث عن تشرين المجيد 73 اللي كان على الساحتين السوريه والمصريه. طبعا صابرين في 67 يعني كانت هناك صوله للقوه الجويه العراقيه. حقيقه القوه الجويه العراقيه ابدت يعني بطولات كبيره جدا في هذا الصدد، يعني كانت هي البصمه الاولى لهذه الطائرات. يعني هناك استنفار للقوة الجوية العراقية اللي سبحان الله القوة الجوية العراقية مع طيران الجيش بذلوا جهود جبارة. يعني إذا تكلمنا عن ما بعد 2014 طيران الجيش خصوصا طائرات المي 35 والمي 28 بذلت جهود بمعالجة الأهداف القريبة والبعيدة والمتحركة على حد سواء، وأعطينا يعني قدمنا الشهداء وقرابين الفداء من يعني من هذا الصنف، هو صنف طيران الجيش. وكذلك القوة الجوية أيضا اطلعت بدور كبير للوصول إلى أماكن وتواجد ومضافات لأعتى تنظيم إرهابي كاد أن يضرب المنطقة برمتها. لولا القوة الجوية الذراع المتحرك لقواتنا الباسلة والترجمان الواقعي للمعلومات الاستخبارية التي كانت تترى لها، لأنها كانت تعطيها إحداثيات دقيقة جدا. هذه الإحداثيات بدقتها وبكفاءتها أدت لأن تكون مثار ومحط اهتمام وإعجاب كل الدول وكل العالم. وأعتقد أن الجيش العراقي سبق حتى الجيش المصري وسبق الجيش السوداني والجيش الليبي في تصديه بمعارك ال 67 و48 وحزيران. نعم. واعتقد طيب. انها يعني مؤطره ومأرشفه ضمن تاريخ موجود استاذ احمد. احفاد الذين قاتلوا ووثبوا في معركه الجولان من الجيش العراقي هم نفسهم من نقلوا للوطن العربي ودافعوا عن العرب بانتصارهم على تنظيم ارهابي، تنظيم داعش الارهابي، وقاتلوا بالنيابه عن الوطن العربي. فهذه الصورة التي والسلسلة المستمرة بين أبطال في 48 وأبطال بال 2014 و16 هذه الانتصارات اللي قدموها أبطالنا احنا جدا نفخر بهم بصراحة. هذه الصورة اللي حاولت أنه أوصلها لكل مشاهدينا. بنفس الوقت اليوم بما أنه عيد الجيش وذكرى تأسيسه ورجعنا بحقبة زمنية بعيدة وأخرى قريبة نتحدث بها عن بسالة الجيش العراقي، أريد نقول أنه إحنا يعني بطبيعة الحال الجندي العراقي اليوم هو شوفه يعني ماخذ حقوق والإمكانات اللي موجودة بالنسبة له على الصعيد الشخصي وليس على الصعيد العسكري تكاد أن لا تكون كافية بما يقدم الجندي العراقي. يعني أولا دعنا نتكلم بأهم جزء بالجيش العراقي وهو أفضلنا وهو يعني أفضل منا جميعا نحن اللي هو الشهيد. الشهداء حقيقة أعطوا دماءهم وسالت دماءهم أودية من أجل بقائي وبقائك وإذكاء جدوى وجودنا اليوم. إحنا اليوم من على قناتكم الكريمة لولا بسالة الجيش الجندي الشهيد العراقي ما كنا لنصل هنا ونطمئن. الشهداء حقيقة نالوا يعني لا يوجد الآن عائلة ذوي شهيد لم تتقاضى حقوقها البتة، الجميع متقاضون إلى حقوقهم. بقت أكو في بعض الأحيان وين يحدث التلكؤ؟ التلكؤ يحدث في بعض الحقوق بين العائلة نفسها. يعني هناك زوجة وهناك أم وأب فيتم الاختلاف حول قسام شرعي لم ينجز من قبلهم، لذلك وزارة الدفاع عمدت على إرسال ضباط من قبلها للوصول إلى هذه العائلة لحل مشكلتها الداخلية. فالشهداء أعطيوا كل حقوقهم. بقت الجرحى، الجرحى هم الثابتون والمرابطون، هؤلاء يعني يحتاجون إلى جملة يعني رسالة من خلالكم رعاية خاصة، رعاية من خلال افتتاح مراكز تأهيل. نعم وزارة الدفاع الآن لديها مصنع لصناعة الأطراف وهو من أفضل المصانع، وأرزاق الجندي الآن أنا لا أقول لك أن أصل إلى أرزاق الجندي ومعيشته بطريقة الكمال والطريقة الوردية، لكن أنا رأيت مشاهد للأخ ثابت العباسي رأيته في جولات مفاجئة
يباغت الجنود ويباغت الضباط ويباغت الضباط الإداريين والوحدات النائية والوحدات الفعالة لمتابعة أرزاقهم. وأعتقد يعني أنه في هذا المجال نجح، يعني أحدث حالة من الخوف في قلوب بعض الذين يعني تطمع أنه ينال أو يستحوذ على بعض من أرزاق. اليوم الجندي يحتاج إلى مخصصات أكثر، يعني استثناءات أكثر، بما أنه هو يقدم للوطن. أحمد، في كل دول العالم تخصص ميزانيات إلى الجيش إلى وزارة الدفاع هي الأعلى، يعني في وزارة الدفاع الأمريكية تخصص أكثر من 750 مليار دولار. هي طبعا الصين والولايات المتحدة هما الأكثر، يعني الصين قرابة 400 مليار دولار للجيش الصيني، والجيش الأمريكي أكثر من 750 مليار دولار. اليوم ميزانيات يعني ينبغي، وأعتقد أن السيد السوداني التفت إلى هذه القضية. أول ما تسلم السيد السوداني رئاسة الوزراء، أول مؤسسة ووزارة زارها هي وزارة الدفاع. واجتمع مع أهم مفصل اللي هو مفصل مديرية التجهيز والتسليح، وأهم من هذا أنه دعا إلى ضرورة التعاقد على رادارات متطورة بدل الدفاع الجوي، لأن سيادة الدولة تبدأ من الدفاع الجوي. أفرزت وزارة الدفاع أو أفرز الجيش العراقي بعد 2003 قيادات حقيقة نجحت وبرعت وأبدعت بالتصدي لأعتى تنظيم إرهابي. أنت لو تلاحظ للفترة الممتدة ما بين 2014 لغاية 2019 خلية الصقور بمفردها ألقت القبض على أكثر من 37 ألف إرهابي. رقم كبير صابرين لو تلتفتين، في غضون أقل من 5 سنوات 37 ألف من إرهابي تنظيم داعش الإرهابي. حقيقة الجيش العراقي أفرز قيادات استخبارية إدارية، أركان الجيش حقيقة يشار لها بالبنان، لا يسعني ذكر كلا حسب اسمه حتى لا خلي نتحدث عن الموضوع أيضا مهم أكثر، أنه يوم عن شهداء وجرحى الحرب، الوزارة شنو حققت لهم؟ الشهداء لا يوجد شهيد، عائلة شهيد أقصد، لا توجد عائلة الشهيد لم تتقاضى مخصصاتها البتة، يعني هذا أقولها بضرس قاطع. بقت تخصيصات الأراضي، أنا أتمنى أن يتم يعني أيضا منح العوائل، لأنه هذا يعني كلش جدا غير مرضية أن يكون ابن الشهيد طفل أو بالمدرسة وهو يتيم ووالده هو من ضحى لأجلنا وأجل بقائنا وهو لا يعني جالس في بيت إيجار أو جالس. لذلك اعتقد ان الوزاره ملتفته الى هذه الغميزه، واعتقد الامور ماضيه باتجاه حلحله كل المتعلقات. ان شاء الله احنا سعيدين بلقائك وبهذا اليوم الجميل. شكرا. الا هو تاسيس الجيش العراقي. شكرا لحضورك. شكرا لكم. شكرا لكم.